بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما أبدا. نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، نرحب بكم من جديد وبحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في انطلاقة الشوط التاسع للأبكار الإذاعة المحليات. على بركة الله أعلنت الانطلاقة، بدأ هذا التحدي مباشرة مع الصدارة ليتابع هملولة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني القادمة والحاضرة أتابع وسام عابر بن خلفان بن محمد الهاملي، بينما المركز الثالث أتابع الوسمية راشد بن سالم بن حمد آلف هيده المري هو القادم، بينما المركز الرابع القادمة شان خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي يقدم لنا شعاره، بينما المركز الخامس القادمة والحاضرة خيال أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا شعاره، المركز السادس أتابع في هذه اللحظات غرايب مطر بن حمد بن عصيان المنصوري هو القادم، بينما القدوم والحضور مع المركز السابع أتابع مشكورة راشد بن عبد الله بن محمد المنصوري، والمركز الثامن القادمة صخيب راشد بن هلال بن سعيد الدربوت العفاري هو القادم في هذه اللحظات، والحضور من المركز الثامن أتابع وسم سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبية، بينما المركز العاشر أتابع القادمة نيران خميس بن محمد بن مبارك المهيري. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء للعشرة النجوم. نعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط، حيث الانطلاق من شعار بن رشيد وانطلاقة هملولة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ينطلق مع الصدارة، ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة وسام عابر بن خلفان بن محمد الهاملي قادم بكل قوة، وأيضا المركز الثالث أتابع انطلاقة الوسمية راشد بن سالم بن حمد آلف هيده المري هو القادم بكل قوة، يقدم لنا الوسمية وانطلاقتها واندفاعتها، بينما المركز الثالث الرابع القادم شان خليل بن محمد بن عبيد الرميثي هو القادم مع المركز الرابع. المركز الخامس القادمة والحاضرة غرايب مطر بن حمد بن عصيان المنصوري يقدم لنا شعاره، المركز السادس القدوم والحضور القادمة مع المركز السادس وتابع انطلاقة مشكورة راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري هو القادم، والمركز السابع وتابع صخيبرة هي القادمة راشد بن هلال بن سعيد العفاري، والحضور والوصول وتابع في هذه اللحظات من تقدمت من تسللت بهذا انطلاق الهائلة. سالم بن هلال بن مبارك العفاري يقدم لنا شعاره، اكتفي بهذا القدر من النداء ليعود من جديد الى مقدمة الشوط والى المركز الاول الى هملولة، وشعار بن رشيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا شعاره وينطلق في هذه اللحظات، ولا
لكن القادمة الوسمية قادمة، راشد بن سالم بن حمد آل فهيدة المرية، بن عريج وشعاره يأتي في هذه اللحظات مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع شان هي القادمة، خليل بن محمد بن عبيد الرمثي. وبدأت المعركة الآن، بدأ الصراع. أعود إلى هملولة وانطلاقتها إلى هملولة واندفاعتها. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الكبير، وهملولة ما زالت، ولكن بن عريج قادم في هذه اللحظات مع الوسمية. راشد بن سالم بن حمد آل فهيدة المرية قادم بكل قوة، يقدم الوسمية. والقادمة شان خليل بن محمد بن عبيد الرمثي، ولكن هملولة ما زالت مع الصدارة. بن مرخان قادم، بن عريج قادم، والقادمة شان، ولكن هملولة بسم الله عليها اتحركت وطارت. طارت هملولة مع الصدارة. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدية يقدم هملولة. بن مرخان قادم، بن عريج قادم، ولكن ما زال بن رشيد مع المركز الأول ومع الصدارة في هذه اللحظات. طارت هملولة مع المركز الأول ومع الصدارة. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدية. والنقطة الثالثة لهذا الشعار، تهانينا والناموس يا بن رشيد، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أوصلت هوشة خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، والمركز الثالث الوسمية راشد بن سالم بن حمد بن عريج المري. المركز الرابع أوصلت مع المركز الرابع متابعنا الكرام محنة سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، والمركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس هزر محمد بن راشد بن نايع الغفل. إذا نعود للتوقيت الزمني 7:43 جزء وحيد من الثواني، تانينا لمالك هملولة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما المركز الثاني كانت هوشة خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري 7:45 ثلاثة أجزاء من الثواني تانينا والناموس. المركز الثالث الوسمية راشد بن سالم بن حمد آل فهيدة المري 7:45 أربعة أجزاء من الثواني، تانينا والناموس للجميع.